التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شيوخ وعائلات وجمعيات ونوادي وشباب النوبة في مركز ومدينة نصر النوبة وفي مركز ومدينة أسوان. هذا وقام وفد التنسيقية خلال اللقاءات بعرض محاور عمل التنسيقية لدعم المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدين على الوقوف على مسافة واحدة من كل المرشحين مع العمل على توعية المصريين بضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي. من جانبهم عرض أبناء النوبة تطلعاتهم من الرئيس القادم ومقترحاتهم لتنمية قرى النوبة واستكمال تحديث خدمات البنية التحتية من طرق مؤهلة وصرف صحي، بجانب مقترحات تطوير التعليم والخدمات الصحية.